تحية متجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات ل 11:24 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حبيت نذكر السادة المستمعين وأنه اليوم في فقرة الملف باش يكون حاضر معنا سي محمد الربحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، وباش نحكيه في زوز محاور أساسيين اللي هو الأكلة المدرسية تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، وأيضا مراقبة المحلات المرطبات. طبعا جهد كبير تقوم به الهيئة، وكان في أكثر من مناسبة سي محمد الربحي حاضر معنا كل ما تعلق الأمر بالمراقبة طبعا صحة المواطن قبل كل شيء. باش نمشي لنعيمة في فقرة حديث الساعة نشوفه شنو يحكي والتوانس على مختلف المنصات. صباح النور، مرحبا بك يا نعيمة. صباح الورد شهاب، صباح النور مستمعي الإذاعة الوطنية. شنو يحكي والتوانس؟ هما الحقيقة يحكيوا في زوز مواضيع متزامنين، هما جاوا متزامنين بالصدفة. هو المولد النبوي الشريف وكيف كيف العودة المدرسية اللي كل مرة الحقيقة وين نوصلوا للعودة المدرسية الأدوات المدرسية ولات شغل شاغل بالنسبة للأولياء، لارتفاع أسعارها من الميداعة من المحفظة من ستيلو من الكراسة. الحقيقة ولات مشكلة، ولا المواطن التونسي مع انتهاء سنة دراسية بيخمم في السنة الدراسية القادمة. اليوم باش نحكيو على الأدوات المدرسية في الأسواق الموازية. التونسي يضطر نظرا لارتفاع الأسعار يلجأ للأسواق الموازية هذه. حبينا نحكيو على الموضوع هذا باش يكون معنا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك سي لطفي الرياحي. كيف كيف باش نحكيو على تظاهرة تنظمها الجمعية الرياضية معايا تمشي، هي تظاهرة لدعم مكافحة سرطان الطفل، عافانا وعافيكم الله. باش نحكيو على أهداف التظاهرة هذه مع رئيس الجمعية جميلة شعبين، وكيف كيف عنا نقطة خارجية مع ضياء الدين الكريفي. كل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. كيف ما قلنا منذ البداية، الحديث في الأول باش يكون على الأدوات المدرسية في الأسواق الموازية. لحقيقة نعرفوا أنه الولي التونسي يلجأ للأسواق الموازية هذه، يبحث فيها على الضالة متاعه بأسعار تكون معقولة بالنسبة للمقدرة الشرائية متاعه. باش نحكيه على الموضوع هذه، ومعنا مباشرة رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك سي لطفي الريحي. صباح النور ومرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية. صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية لمشاهديك ومستمعيك والفريق العامل معك، شان نهاركم جيد. يعطيك الصحة. سي لطفي، التونسي يضطر أنه يمشي للأسواق الموازية باش يقتني أدوات المدرسية، لكن مش ديما تكون الجودة متاع المواد هذه معناها باهية، ومش ديما معناها تكون يكون عمل كما نقوله أفار معناها. وهذا عندك الحق، أنا ديما راو جرب الموازية نحن نأخذ فكرة عامة على الأسعار خاصة في العودة المدرسية. تم زيادة تقارب بين 10-12% مقارنة بالنسبة للسنة الفارطة، رغم استقرار الأسعار في الكتاب المدرسي وفي الكراس المدعى. وهنا نرجع على التجارة الموازية لنلقاو زادة كيف نشوفوا فارق في الأسعار ما بين التجارة الموازية وما بين الفضاء المنظم، هنا نلقاو فارق كبير، وهذا ما يجرنا على التعريج على الأرباح المشتة اللي قاعدين نشوفوا فيها في التجارة المهيئة. وهنا جد كيف يلزم على ذلك كما نقوله نحن تحديد على ثقف لها مش ربح في جميع المنتوجات، وبالتالي مش نجمه نسيطره على الأسعار وعلى الغلاء في الأسعار. لكن في التجارة الموازية تم هجز كبير، تم إشكال كبير في جودة المنتوجات، وخاصة المنتوجات البلاستيكية وغيرها اللي عندها أثر سيء على صحة وليداتنا، وهنا يلزم الانتباه لها وعدم الانسياق وراء انخفاض الأسعار في تأثر على الجانب الصحي متاع في اختنان المواد هذه على الأطفال متاعها. هي المعادلة صعبة جدا سي لطفي، تعرفوا أنه
لما نتحدث على السوق الموازية نحكيه على تهريب وبالتالي إغراق الاقتصاد بمختلف المنتجات مش فقط الأدوات المدرسية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى المواطن مجبر ومضطر وأنه يتوجه للأسواق الموازية لأنه واقع الحال فيما يتعلق بالمكتبات المهيكلة يعني الأسعار مشطة جدا. الحل كيفاش؟ شنو المطلوب اليوم بالضبط؟ الولي شنو يعمل بالضبط؟ المطلوب هو توحيد القوائم، وهناك يقولوا توحيد القوائم راهو مفصلي في نقص معناتها في التحكم في الكلفة نتاع العودة المدرسية. علاش؟ على خاطر هنا نلقاو عديد المواد اللي يطلبوها السادة المربين مع توجيه التحية لهم فيهم شطط كبير في الأسعار نتاعها، وعلى ذلك نقولوا توحيد القوائم باش نجموا على الأقل نسيطروا على هيكلة الأسعار في الجانب هذا. في توحيد القوائم معنا زاد كتير امتياز آخر كونه نبعدوا على البيع المشروط خاصة في الكراسي المدعم. نحن كي نعمل توحيد القوائم نعرفوا كيفاش بالضبط استهلاكنا من كراسي المدعم ويتعطى كراسي المدعم مع الكتاب المدرسي، وهذا مفصلي في تحديد الكلفة النهائية للعرض المدرسية، ونعرفوا بالضبط مستلزمات الدنيا اللي نجم يطلبها المربي من التلميذ اللي نجم يعدي له مسار تعليم. وزاد كيف نجم نختصدوا ونرشدوا استهلاكنا، خاطر مش معقول نحن نلقاو في اخر العام نلقاو كرات السبيرال نشرو فيها ب 25 دينار نلقاو الشطر نتاعها اللوحو معناتها لوحنا عباره على 10,000، وهذا تشييد استهلاك هذا مفصلي باش نجموا نرشدوا على الاقل شرائاتنا. اي ولكن توا المواطن اللي يسمع فينا يقول به معقول جدا يعني الابتعاد عن البيع المشروط كما سبق وذكرت، شنو هي الجهه المخوله الضامنه لمنع البيع المشروط الحقيقه مستشري في مع كل عوده مدرسيه وجامعيه؟ الجهه المخوله هي الرقابه وزاره التجاره، ونحن كي نعطيو مثلا علاش قلنا توحيد القوائم اللو مثلا الكميه مثلا السنه الثالثه ابتدائي عنده 7 كتب، مع ال7 كتب يتعطى 7 ولا 6 كرات كما جات في القائمه يتعطى معاها امباليم رجلين يتعطى معاها، وبالتالي نبعدوا على بيع المشروط. فعندك زمان كراس مدعم يمشي للناس الكل، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى انت تحب تشري كراس فاخر وكل شيء حر في دارك تعب، لكن القيم عندها التلميذ عنده بالضبط قداش الكراسة مدعم، ونزيد الرجل نحن تو قرابه 20 مليون كراسة مدعم يتفرغ حاجياتنا اكثر، هذا اكيد، لكن بالترشيد نتاع الكراسة المدعم ما يقعش اول حاجه اللهفة عليه. ما تاخذ كراسة مدعم كان على حسب السنه الدراسيه نتاعك والمسار التعليمي اللي تاخذ فيه على حسب الكتب اللي ترجمتها كراسة مدعم، وهنا نبعدوا على بيع المشروط، نبعدوا على التبذير، نبعدوا على هذا الكل بإجبار معناتها في القائمة الموحدة تكون موجود هذا الكل، وبالتالي نبعدوا على الإشكاليات. ممتاز. سؤال المطروح، هل توحيد القائمات اللي تحكي ليه سيسي لطفي ممكن مع بداية هذه السنة سنة دراسية؟ أكيد، خاطر نحن تو مازلنا وبدايتنا ما رجعوش. إيش فيه؟ فيه كل مسار تعليمي باش نجموا نعطي. عندنا 4-5 كليسات، عندنا زازوكا للسيلوات، عندنا قواش، وخاطر علاش في القائمه ما عادش تولي موجوده على الناس، موجوده على في مقر في سيت نتاع وزاره التربيه، موجوده في البلاد الجويه، ما عادش تم تصرف، ما عادش تم اعطيني 3 كرار سبيرا، اعطيني قواش معين ماركه معينه، هذا كله ما عادش. عندنا قائمه موحده للناس الكل، تركي نعرفوا مسار معين نتاع مرحله تعليميه معينه شيء مستلزمات نتاعها. هناك فغات مقترح ممتاز، هو مقترح ممتاز، ولكن حبيت نسألك باعتبارك رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، المنظمة طرحت هذا المقترح، راسلت الوزارة بهذا الخصوص؟ نحن طرحناه من السنة الفارطة، والسنة هذه زاد كيف تم طرحه، وقاعدين مشكورين وسائل الإعلام قاعدين نطرحوا فيه. الحل سهل، الحل كونه في أي مسار تعليمي عندها إدارة عامة ولا عندها هيكل رسمي يعتني به، نجيو سيدي في المسار التعليمي هذاك شنو يستحق التلميذ؟ أول حاجة نعرف الكلفة النهائية، من بعد العام الجاي باش نقوموا نحن بحملة على المنتوج التونسي،
العام الجاي بقدرة ربي كان حينا ربي نوليه الكرتابة زادة كيف كيف في كل مسار تعليم الموحدة، الميدعة زادة كيف كيف، ما عادش نجيبه من برا منتوجات جودة نتاعها متدنية وتتصرف في السوق بأسعار غالية، هذا كله في مسار عام كامل من الخدمة النجم الحقيقة. واضح جدا. خلينا نختم معك بسؤال مقارنة بسنة الفارطة على مستوى الإقبال على الأسواق الموازية، السنة أكثر ولا كيف؟ ما سمعتك. مقارنة بالسنة الفارطة، سنة دراسية والجامعية الفارطة، الإقبال على السوق الموازية ارتفع ولا انخفض؟ هو تجد كل المسار هو بيدو ثبتني، تم عديد من الفضاءات اللي كانت قبلة التونسي نعرفها اللي تلحات كما سيدي بومنديل كما عديد من الأماكن هذوك، لكن في الأسواق وفي الجهات تلقى نفس رقبة. واضح جدا، مشكور جدا رئيس المنظمة التونسية، ربي يبارك لك، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك سي لطفي الريحي، والله ممتاز جدا يعني هذا المقترح توحيد القائمة. أنا أتحدث بصفتي مش مقدم البرنامج ومن فريق البرنامج ولكن كولي، يعني راهو قائمة الكتب والكراسات اللي نشريوها اليوم فوق الاحتمال، فمهم جدا الأخذ بهذه المقترحات من ذلك توحيد القائمات. باش نبقاو مع الأطفال في موضوع ثاني، باش نبقاو مع الأطفال وباش نحكيو كما تعودنا شهاب، هي مبادرة من المبادرات الإنسانية قامت بها جمعية الرياضة للجميع معايا تمشي، اللي باش تنظم نهار لحد 8 سبتمبر تظاهرة لدعم مكافحة سرطان الطفل. تظاهرة تضمن العديد من الأنشطة التوعوية والتحسيسية، وباش نحكيو على التظاهرة هذه مع رئيسة الجمعية سيدة جميلة شعبان. صباح النور. صباح الفل وصباح الياسمين. الله يخليك سيدة جميلة، لو تقدمنا التظاهرة هذه وشنية الأهداف منها بالخصوص؟ إذن احنا قبل كل شيء نحب نقدم جمعيتي، هي جمعية رياضية، جمعية معايا تمشي. هذه الجمعية تنشط في الضاحية الجنوبية برادف. الجمعية هذه الهدف نتاعها بالطبيعة هو التشجيع على المشي وزرع ونشر ثقافة المشي على غرار الدول الأجنبية الكل اللي عندهم الثقافة هذه تاع ممارسة الرياضة، وإحنا بطبيعة نحبوا هالرياضة هذه تدخل في كل دار تونسية والناس كلها نحبوها تمارس رياضة المشي وأي نوع من الرياضة. ممتاز. بالنسبة ممتاز جدا. شكرا. بالنسبة للتظاهرة هذه اللي هي إن شاء الله باش تتم يوم 8 سبتمبر في تونس العاصمة، إحنا بالتعاون مع جمعية سرطان الطفل اتفقنا أنه ننظموا هالتظاهرة هذه، الهدف نتاعها أساسا هو التحسيس والتوعية بخطورة هالمرض السرطان خاصة لدى الأطفال، ونقوم بتوعية هنا الأطفال الأمهات أساسا والعائلات، لأن كما تعرفوا المرض هذا هو مرض خطير، المرض هذا واللي يهاجم حتى الأطفال الصغار. عنا بعض الأرقام في بهذا الخصوص سيدة جميلة؟ عنا تقريبا حسب يعني المعلومات اللي وصلتني تقريبا حسب التقريب 400 حالة هذه في تونس. إذا كنا في العالم الكل أكثر من 400 حالة، نحكي على تونس، أما بالنسبة لتونس قرابة 400 حالة عنا من الأطفال، من الأطفال يعني يعني كيفاش نقول المصابين بالمرض، المصابين يعني من سن الصغيرة السنة إلى ما فوق إلى حتى 19 سنة راه المرض هذا، فهمت؟ يعني مش نقولوا انتشار لكن نقولوا يهاجم الطفل التونسي، وإحنا الهدف نتاعنا من التظاهر هذه حب نزرعوا البسمة على شفاه الأطفال نتاعنا، حبوا يكون عندهم مستقبل مشرق، وخاصة أنه المرض هذا تنجم تكون نسبة النجاح نتاعه ونسبة الشفاء منه حسب الأخصائيين أنه كبيرة برشا، نسبة الشفاء منه تنجم توصل حتى 99%. هو أغلب المختصين وأكيد تشطرني الرأي أنه رأي المعالجة من خلال الإحاطة والمعالجة نفسية أساساً لما يتعلق الأمر بسرطان، وخاصة عند شريحة هي شريحة الأطفال، فالمعاملة متاعهم تكون معاملة خاصة. أكيد يتم تكون معاملة خاصة، خاصة إحنا يجي نقول لك الأسباب الأساسية الرئيسية هي مجهولة.
للمرض هذا. إذا هي السرطان الطفل هي الأسباب ما زالت مجهولة. ربما هما يعرفوا الأخصائيين يعرفوا اللي السبب الرئيسي مبدئيا هو الوراثة، هو وراثي. لكن هناك تم عدة أسباب أخرى حسب ثقافتي الخاصة، حسب ثقافتي الخاصة العائلة أيضا عندها دور كبير في المرض هذا من ناحية خاصة التغذية السيئة، العادات الغذائية السيئة. فهمت؟ أنا بحكم أني مربية فهمت؟ ومباشر في الأطفال، إذا هناك ثم عادات سيئة للأطفال خاصة اللي يوفروها من ناحية الغذاء، من ناحية الصحة نتاع الطفل، من ناحية طريقة التعامل معاه في الأمور النفسية. أنا راه مثلا كيجيني أنا طفل راه في المدرسة يبدأ يشكي من الصداع وإلا يتغيب برشا على المدرسة، نتفائل أنا علاش الطفل هذا، علاش يبان بعد نكتشف اللي هو مريض بالسرطان وفقت به أمه ولا أبوه مخر برشا، يبدأ يشكي من الصداع مدة شهر شهرين يوصل حتى العامرة، يولي بعد يتحول إلى إغماء مثلا، يتحول ربما يأثر حتى على الجهاز التنفسي نتاعه ويتأثر على الجلدة، ثم اصفرار في الجلدة، ثم فهمت هذا كله عنده تأثير كبير. والجمعيات موكول لها هذا العمل على مستوى الإرشاد والتوجيه مع الأولياء. وفي هذا الإطار أنا حبيت نسألك سؤال مباشر، يعني فيه تنسيق مع الأولياء؟ لأنه لما نحكيه على الأطفال طبعا التواصل يكون مع الأولياء، إقبال الأولياء على العمل الجمعياتي فيما يتعلق بمكافحة سرطان الطفل كيفاش تراه؟ إذا نقول لك احنا هذه أول تظاهرة، أنا صدقني بالصدفة من خلال برنامج وقع بثه في بث برنامج صحي يقع بثه في الوطنية 2 فرش فيه في أبريل على ما أظن المنشطة ذيك حصيله برنامج صحي. تحية لكل زملائنا في التلفزيون الوطني. تحية للجميع، تحية للجميع، لجميع الصحفيين ولجميع المقدمين للبرامج. المهم أنا تأثرت برشا من خلال الصور، من خلال عرض جمعية السرطان الطفل لعدة حالات ويعني قلبي برشا. بعد الصدفة جمعتني بالدكتورة، بدكتورة أخرى، دكتورة فاتن اللي هي عضوة في هذا في هذه الجمعية، حكينا في الموضوع قلت لها ليش ما نعملوش تظاهرة نعرفوا بالمرض هذا، مجهول المرض هذا، احنا نعرفوا المرض هذا كان عند الكبار. فجأة تسمع فلان مريض توفى، فلانة مرضت عالجت مدة أشهر ومن بعد توفيت. بالنسبة للأطفال لا، مجهول المرض هذا، ما نعرفوش اللي هو راه المرض هذا يهاجم حتى الأطفال. لذلك احنا حبينا من خلال هذه أول تظاهرة، راه أول نجم تقول مصافحة مع جمعية سرطان الطفل. المصافحة هذه حبيناها تكون هنا مصافحة نبيلة إنسانية باش نعرفوا بالمرض هذا، باش نوعيوا الناس من خلال هالتظاهرة هذه. وانت تحكي على التظاهرة حتى لأنه الوقت ماك تعرف الوقت كالسيف ضيق. أعطينا أهم البرامج في هذه التظاهرة، شنو باش يصير بالضبط البرامج في هذه التظاهرة؟ بطبيعة أنا باش نعملوا ماراثون جري، يعني عندنا ثلاثة مسافات، مسافة 1 كيلومتر للصغيرات للمرضى، عندنا مسافة 5 كيلومتر للناس اللي تمشي وجيت باش تشجع، وعندنا مسافة 10 كيلومتر هذيك جري للزابلات اللي بالطبيعة اللي جايين زادة باش يشجعوا باش يجري وباش يعرفوا الناس الكل. وين بالضبط هذا، وين باش يصير؟ في تونس العاصمة إن شاء الله. في تونس العاصمة الانطلاق باش يكون 7:30 نتاع الصباح، اشطر نهار صبحية، نعرف قلت لك شنو عندي ومضات التحسيسيه بالتعريف بهذا المرض، ومرحبا بالناس كلها بالطبيعه. نذكروا بالتاريخ. بالتاريخ يوم 8 سبتمبر في العاصمه ان شاء الله. في بعض المداخلات لعدد من الدكاتره المختصين؟ اي اكيد، هي اساسا تنجم تقول يمكن 60% من الدكاتره باش يكونوا حاضرين اكيد في تونس، يعني من الحاضرين في التظاهره اكيد باش يكون ثمه مداخلات، وقلت باش نعدي ومضات اشهريه، وعندنا الاطباء الاخصائيين في الميدان هذا باش يتكلموا باش يعرفوا بالمرض وباش يحسوا الناس ويوعيهم بضروره، ما نجمش نقول وقايه خاطر هو ماهوش فيروس، فهمت؟ هنا بضروره الحفاظ على صغارهم، فهمت؟ وخاصه اللي تظهر عليهم العديد من الاعراض ماذا بهم ينقذوا هالاطفال هذوما من البدايه، كما قلت لك لانه المرض هنا 99.99% اللي يصاب به من الاطفال اذا كان يفيقوا به مبكرا فيقع علاجه. واضح جدا العمل اللي تقوموا به مهم جدا. انا حبيت نسال هل فيه تنسيق مع عدد من الفعاليات مع الجمعيات ذات الصله في الجمهوريه التونسيه حتى نعمم
هالتجربة وهالجهد يكون يشمل أكثر ما يمكن من التونسيين؟ والله إيجي نقول لك بالنسبة للتنسيق مع بقية الجمعيات في الميدان الصحي لا مازلنا، لأن قلنا هي أول مصافحة لنا سواء لنا في البرنامج موجود أول تظاهر. أكيد 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 يا أخي، لدي هدف، إحنا إن شاء الله بإذن الله عنا بارشة جمعيات، وخاصة الجمعيات اللي تعتني بالطفولة باش نحاولوا نتعاملوا معاهم وباش نقوموا بالتوعية، هذاك الهدف نتاعنا. واضح جدا، بارك الله فيك، يعطيك صحة رئيسة جمعية الجمعية الرياضية للجميع معايا تمشي سيدة جميلة شعبان. مهم جدا مثل هذه التظاهرات، ومهم جدا وأنه نحكي على صحة الأطفال خاصة المصابين بسرطان عفانا وعفاكم الله. نحاول وأنه العمل الجمعيات الهادف يتعمم في عموم الجمهورية في مختلف النقاط. علاش انا نمشي دائما الى التنسيقيات اللي تشمل عدد من الجمعيات اللي تعمل حول وتكون حملات، يعني حمله على مستوى التنسيقيه تشمل اكثر ما يمكن من مناطق الجمهوريه، وهكا تكون الفائده تعم اكثر. احنا بعد قليل باش يكون معنا ضياء الدين الكريفي، وباش نبقاو في نفس الاطار فيما يتعلق مع الاطفال. الموضوع باش يكون رياضه ومحاضن الاطفال. احنا في برنامج المشهد الآن كنا طرحنا الموضوع هذا، وكنا طرحنا الجدل القائم بخصوص محاضن ورياض الأطفال خاصة في مثل هذه الفترة، تعرف نعيمة، وأنه الولي دائما يخمم عشرات المرات وين باش يهز ولده، وبالضبط يعني انا هي رياض الاطفال اللي تكون فيها الخدمات مسدات وتستجيب لانتظارات الولي بتبيع اللي يبحث على الحاجة الممتازة لصغيره من ناحية القراية، اللهوة، حتى الماكلة والتكلفة طبعا. وهو الحقيقة أنا كولية الحقيقة نتابع في بعض الصفحات على صفحات التواصل الاجتماعي، ثم برشا أولياء واللاوى يتشكيوا من الغلاء أسعار بعض رياض ومحاضن الأطفال، ويكون ديما الحقيقة معناها التبرير، وكي تشوف شنو الروضة هذه ولا تقدم للصغير تنجم يمكن نوعا ما تتفهم الأسعار، لكن يبقى المجموعة من الأولياء اللي القدرة الشرائية متاعهم متوسطة ولا حتى ضعيفة ما يقدروش أنهم يحطوا صغارهم في روضات. ولكن هذا ما يمنعش وأنه زاد الأولياء يطالبوا بالمختصين أكيد جدا، على خاطر مش أي واحد راه ينجم يتعامل مع الأطفال، فبالتالي احنا نحتاج الى محاضن الرياضة اطفال يشتغلوا فيها مختصين. معنا زميلنا ضياء الدين الكريفي في نقطة خارجية باش يحكي لنا باكثر تفصيل حول هذا الموضوع، احنا ننتظره حتى يكون جاهز باش يعطينا اكثر تفاصيل بطبيعة الحال مع المختصين في هذا الباب. نذكر وانه الموضوع هو محاضن ورياض الاطفال بين الغلاء الأسعار وبين الاختصاص الجدلي، هذه المعادلة الصعيبة وفيه إشكال في 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 هذا الباب، باش نستوضحوه مع زميلنا ضياء الدين الكريفي بعد قليل في نقطة خارجية. وعنده ضيفة كانت حاضرة معنا سابقا في برنامج السيدة نبيها كمون تليلي رئيس الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال. نذكر وقتها تحدثنا على سنوات التحضير الشهاب، لأنه المدارس العمومية فتحت باب التسجيل، هي مش المدارس كلها عملت أقسام تحضيري، وهذا وقتها ما خلى الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال تحتج على القرار هذية اللي رات فيه أنه هو يعني أخذت لها التلامذة متاحة من رياض. معنا مباشرة ضياء الدين الكريفي. ضياء صباح النور، مرحبا. مرحبا، تحياتي ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. دونك ضياء في الميدان، على الميدان احنا موجودين تويكا بجنب مدى رئيس الغرفة الوطنية للرياضة ومحاضن الأطفال مدام نبيها كمون التيلي. دونك صيحة فزاعة تلقتها غرفة رياضة ومحاضن الأطفال، ما ثماش أقسام تحضيري في رياضة الأطفال. الإشكال هذا يتكرر منذ سنوات، لكن العام هذا يقولوا أنه نسبة التسجيل صفر في رياض ومحاضن الأطفال. علاش ما تمش تحضيري؟ هل هو زعم غلاء الأسعار كيف ما كنت تحكيه؟
الاشكال الاطار التربوي ذو خبره والتكوين المستمر ام لا. دونك شنو التكوين الضروري؟ نجم يتلقاه الطفل في التحضيري، الطفل ما قبل سنوات 7 سنوات نعرفوه لازم يحب يكون يلعب. اسكو التمدرس في الوقت هذاك معناتها كيفاش باش يكون عند مختصين؟ دونك قرار ضم التحضيري للمدارس له تاثير هذا. دونك احنا تويكا في فتره عوده مدرسيه. مدام نبيها صباح النور، كيف الحال لك؟ صباح الخير. مركزين؟ أكثرنا أن رياض محاضر الأطفال نسبة تسجيل صفر بالنسبة للعام هذا؟ لا أقول صفر ولكن ضعيف جدا. ضعف ضعيف جدا بالنسبة خاصة بالنسبة لخمس سنوات. وشنو الأسباب؟ والله عديد الأسباب ديجا بيناها احنا عديد الأسباب. أولا الأقسام التحضيرية أنها أصبحت تابعة إلى المدارس، هذايا قرار احنا نشوفه قرار غير صائب، وهذا صار في عام 2001. سنوريك اللي عندي من المستندات تفهم الموضوع ذي. ثم بعد ذلك كثرت المدارس الخاصة، العدد بتاع المدارس تفاقم، وهذا راجع من بعد ما صارت هذيك الضربات والمدارس أغلقت وحجب عدد الأطفال وذلك أثر على الولي، والولي توجه للمدرسة الخاصة باش يضمن ابنه على أقل سنة دراسية طبيعية. دونك قرار 2001 تراكمت من سنة 2001 للتو مع كثرة المدارس الخاصة والطريقة اللي درسوا بها حجب الأعداد هذيك هي اللي خلت الأولياء يظهر للأولياء يتوجهوا للمدارس الخاصة، وهذيك المدارس الخاصة تكاثرت بعدد كبير. ما هم الأسعار؟ قديش الأسعار مثلا؟ الأسعار احنا بالنسبة للأسعار رياض الأطفال ما فماش سعر موحد، حسب المكان وحسب المقدرة الشرائية، فما عديد الأشياء اللي تتداخل في الأسعار. نجي نقول لك أنا مثلا في حي شعبي الأسعار ممكن تكون 70-80 دينار 100 دينار، تمشي لها الحي مش حي عنده فلوس خاطر الرقى في الأخلاق وليس في الفلوس، فهمتني؟ ترقى الأسعار تصبح حتى 700-800، تصبح حتى 1,000,000 واش فيما تعويك في المدارس الأجنبية هدية لها الأمولوجي هدية يوصل العام 16 مليون. اذا معناتها بخلاف دونك بالقرار 2001 قلت لي كثرت المدارس الخاصه حجب الاعداد، الولي اللي يسمع فينا تويكا يحب ماذا بيه يهز ولده الهيكل المنظم تبع وزاره التربيه، هل رياض ومحاضر الاطفال فيها مختصين ينجم يكونوا معناتها على درايه بعلم تربيه الاطفال معناتها تكوينه مستمر؟ هو اي ابتسمت عليش على خاطر احنا المختصين وليست التربيه. انتم عندكم الخبره مختصين شهاده متخرج؟ نعم المتخرجين من كارتاج درمش. انا عندهم دخلك الراوتي تشوفهم كلهم متخرجين من كارتاج درمش اللي هما تكونوا التكوين الذي يسمح لهم باعداد الاطفال الى الحياه المدرسيه، فهمتني؟ بينما التربيه هما معلمين وليسوا بمختصين. وهذا يضر انه المعلمين مش يكونوا تنذا في مراحل التحضيري؟ اي انا نشوفه بنظري وجهه نظري نتاعي يضر، على خاطر ما عندوش التكوين المطلوب. اعداد الطفل في السنه التحضيريه اللي استولوا عليهم ليس اعداد الطفل في السنه التحضيريه اللي هي بالروضه، تختلف هذيك التفكير نتاعو تربوي قراءة وكتابة وتخطيط. احنا في رياض الأطفال هو بناء الشخصية، اعداده للكتابة، اعداده للقراءة، كلهم سون دي انيشياسيون. الحاجات الضرورية الأكيدة لازم يتكونها التلميذ قبل ما يدخل المدرسة، لازم يكون التلميذ واثق من نفسه، لازم يكون التلميذ عنده جرأة باش يجاوب، لازم التلميذ يكون كما نقولوها عارف حدوده فين. يعني هي مسألة تربوية إخلاقية تربوية، عنده استعداد باش مع المعلم، عنده استعداد باش يفهم ما هو مطلوب منه، احنا نقولوا الكونسيني. دونك هذا هو إعداد الطفل، مش يكتب ويقرأ.
انتم اهل القطاع هك شخصتم انت ربما الاسباب نتاع عزوف الاولياء على التسجيل في محضن الاطفال، لكن شنو هو الدعوه اللي توجهوها للسلطات باش احنا لخصنا لانه فيها الوضع الاقتصادي، هجره الاولياء الى الخارج، قله عدد الاطفال، كثرة الأقسام التحضيرية بالمدارس، يعني هذه هي أسباب مختلفة للأقسام التحضيرية. شو نقول معالجتها؟ احنا أول حاجة نطلب من الدولة إرجاع الخمس سنوات إلى أصحابها. معناها الروضة، لأنه تو القانون متاع التمدرس يبدأ وقته لستة سنوات، خمس سنوات شعب في المدرسة، قل لي عملنا له خصصنا له قسم وجبنا له معلم، ليه ما تخصصوش قسم؟ خصص له هيكل كامل متاع روضة، مش خصص له قسم. خاطر في ذهن الطفل وفي ذهن الولي الاثنين، لما هو مشى للمدرسة يعني هو تمدرس. فهمتي؟ ما يفرقوش بين قسم تحضيري تبع، بينما الروضة هي المكان المطلوب للطفل، ولدي شهادات نعطيك تقراهم. دونك بالنسبه لنا احنا التحذيري هو من نصيب روضه الاطفال وليست المدارس. المرحله الاساسيه لازم يعيشها الطفل قبل ما يدخل المدرسه، ربما خاطر يدخلها تويكا باش يعيش نفس الكور، نفس المعلمين، نفس بالطبليه ولا زاد. اي بالطبليه. هو ضياء، يعني ضياء، هل بالامكان وانه تفاديا للاشكال الحاصل، ووجهه نظرها محترمه جدا ضيفتك الكريمه، ولكن هل بالامكان وانه تصير نوع من الشراكه بين القطاعين العام والخاص، والانفتاح على تجربه الخواص الرائده على مستوى الاختصاص، هذا يسمح به القانون ممكن ولا لا؟ تم امكانيه شراكه بين القطاع الخاص والعام؟ ولما لا؟ لانه احنا تو القطاع الخاص ننتمي تحت وزاره الاشراف اللي هي وزاره المراه والاسره والطفوله، فهذا قطاع عام. احنا يعني ماناش معزولين، احنا اللي يتفقدونا هم متفقدين من الوزاره، اللي يكونونا هم من الوزاره، فليس هناك تفرقه ما بين الخاص والعام. وحتى كنا نحذو في التكوين، نحذو رياضة متاع البلدية اللي هي نعتبرها قطاع عام مع الرياضة الخاصة، والتكوين هو بيدو ساعات يقوم به في روضة بلدية، ليس هناك تفرقة ما بين الخاص والعام. دونك واش توجه لوزارة التربية هاي لوزارة المرأة؟ هاي بنفس جديد وروح جديد ودير جديد. والله الوزيرة السابقة يعني ما قصرتش، عملت قامت بمجهود ومجهود كبير، هذا ما نجموش ننكروه. الوزيره الحاليه ما يصحش الفزع، شكون تلقوها؟ تلقوها الوزيره الحاليه. طلبوها انها تقف بجانبنا وانها يا حبذا لو تكون فيه طاوله مستديره بين وزاره التربيه ووزاره المراه، وتكون الغرفه بالضبط مهم جدا، وتكون الغرفه طرف فيها، لأنه من عايش المشاكل هذه والمشاغل هذه هم أصحاب الرياض، وهم من لديهم الحلول، وليس على مستوى الوزراء. لابد من الوصول إلى الميدان ويتابعوا في الميدان شنو اللي قاعد يصير، فهمتي؟ ومعادهم نلقاو الحل بإذن الله. ان شاء الله نقدم الى السنه الدراسيه هذه. اذا اهم مطلب الطالب وطالب نائبة نقاش ولا طويله. طيب دائره مستديره. اي مش بعيده قليله نتاع الماكله. طاوله مستديره. مستديره او مستطيله، المهم فما حوار. اي يكون في، لابد ان يكون فيه حوار وحوار مفتوح، ولا بد من احترام اراء المختصين التربويين، واحترام الاطباء النفسيين، واحترام اصحاب الميدان، واحترام الناس اللي عندهم خبره طويله في هالميدان. هذا نداءكم لوزاره المراه، نداءكم للاولياء اللي يسمعوا فيك تو. للولي سيدي سيدتي، قبل ما تسجل ابنك في اي روضه، بين انه هذيك الروضه تكون عندها وصل الاذاعه نتاعها، وتكون روضه قانونيه، هذه حاجه. حدث انت وصاحبه الروضه و
ولا صاحب الروضة وافهم منه شنو اللي قاعد يصير في الروضة، مش تسجل ابنك على خاطر فلان قال لك الروضة هذيك باهية، لا احكي مع صاحب الشأن وحاول انك تكون لصيق بروضة ابنك وحاول انك تتفقد ابنك، لانه هذا من حقك انك تمشي تشوف وش فما وش ما فماش، وما تعتمدش على ما يقوله الاخرين واضح. ويكون الروضة تكون مرخصة واضح. انا لما دخلت الروضة بالنسبة للطفل هي اول لقاء مع الشارع، يخرج من محيط المنزل العائلي، نعم. مع عند الام، نعم، لو كيف بيستوعب شخصيته في هذه الحياة، نعم. هي بالناحية السيكولوجية كما يقولوه شخصية الطفل تتكون من اللي هو في بطن امه الى 6 سنوات واضح. 6 سنوات الشخصية سيتبلورت، شكرا. اللي يأخذ بعد 6 سنوات هو زيادة. شكرا، ألف شكر لبديع كمون رئيس تغرف الرياض ومحاضن الأطفال. عندك ما تنسى شيب؟ يعطيك صحة، شكرا جزيلا اللي كنت ضياء الدين الكريفي اللي أمنت هذه المداخلة، والنقطة الخارجية مهم جدا نحكيه في هذا الموضوع بعد قليل. منيا سياري في تأمين موجز للأنباء ذكر السادة المستمعين والمستمعات، وأنه بعد الموجز سي محمد الربح المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية باش يكون ضيفنا. كل يوم من 11 الماضي ساعة المشهد الآن.